السلام عليكم كل متابعين قناه الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع معلم اسكندريه. موجودين فين النهارده؟ موجودين على شواطئ او امام المنشيه اسفل سور المينا الشرقي. الاجواء النهارده ايه؟ الاجواء النهارده الحمد لله جو جميل، ولكن في نسبه بروده متوسطه وفي هواء، في رياح في الجو من امبارح، ولكن الاجواء مجملا كده الاجواء جميله جدا جدا جدا. الشمس موجوده ساطعه من الصباح الباكر. احنا فين بالظبط؟ احنا امام نصب التذكاري للجند المجهول البحري، وامام جامع سنجور، وامام فندق ماجستيك، وامام ميدان محمد علي، ميدان القناصل، والمحكمه الابتدائيه. امامنا من المعالم الموجوده على البحر في المنشيه القنصليه الفرنسيه، وامامنا شارع البوسطه القديمه والبورصه القديمه، وامامنا فندق وينسور وفندق سيسل وفندق متروبول، حط الرمل القنصليه الايطاليه سيماراميس وميرامار، الى نصل الى مسجد القائد ابراهيم. امامنا نهايه سور المينا الشرقي، جنينه السلسله، مكتبه اسكندريه، منطقه الشط. امامنا المينا الشرقي و طابق قايد باي، الانفوشي، السياله، جامع الصيادين او جامع فارسي، المرسى والعباس على الشمال. اتمنى لو حضراتكم اول مره تتابعونا تشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس علشان كل جديد بنزله على اسكندريه يوصلكم. الأهم متنسوش ادعمونا بالإعجاب للفيديو من الأسفل.